بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حمزة قبيل، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية وعضو مجلس إدارة جمعية القلب المصرية. الحقيقة هنتكلم النهاردة مع بعض عن حاجة مهمة جدا في حياتنا بنسمع عنها، لازم نوضح نقاط حواليها، زي اللي هي مادة الكوليسترول. مادة الكوليسترول هي مادة ضرورية جدا للعمليات الحيوية في الجسم، ولكن الحقيقة لما بتزيد عن الحد المطلوب بتنقلب إلى نوع من المشكلة أو نوع من المشاكل لا نرغب فيها إطلاقاً، لأنها تترسب في جدر الشرايين بصورة تسيء وتسبب مشاكل. الكوليسترول ده مادة الحقيقة بتزيد جداً في بعض الناس زي مرضى السكر، اللي هو لابد أن احنا نديهم علاجات للكوليسترول بصفة دايمة بغض النظر عن الأرقام. كمان في الناس اللي عندهم مشاكل في شرايين القلب أو ركبوا دعامات أو عندهم ضيق في هذه الشرايين أو عوامل وراثية، كل هذه الأمور لابد من علاج الكوليسترول في الناس دول علشان نتفادى المشاكل والمضاعفات اللي ممكن تحصل لهم، ونتفادى الأمور اللي ممكن توصلنا إلى مشاكل جراحات قلب مفتوح أو دعامات أو إلى آخره. يعني عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج. والحقيقة لما بنيجي نعالج الكوليسترول المرتفع وبالذات الكوليسترول الرديء اللي هو المسيء للجسم وبترسب في الشرايين ويسبب مشاكل، لابد نظرة الطبيب تكون نظرة شمولية، يكون كل المشاكل ما نسميه جلوبال ريسك فاكتورز، سكر، ضغط، كوليسترول وخلافه، كل هذه الأمور لازم يحيطها الطبيب بعنايته ويشملها بعلاجه علشان لا يكون هناك ثغرة لمشكلة قد تودي بحياة المريض في الآخر أو تسبب مشاكل صحية تحتاج إلى حلول صعبة شوية.